عبرت سيدة سعودية مسنة عن فرحها بهطول الأمطار بالطريقة الخاصة، طبعاً أثناء قيادتها للسيارة برفقة أحد صديقاتها على أحد الطرق السريعة بالمملكة. انتشر طبعاً المقطع الفيديو اللي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر المقطع تردد المسنة أهازيج شعبية خاصة بوقت المطر، وعلق المغردون على حالة انسجامها مع المطر والقيادة واستمتاعها برفقة السيدة الأخرى، مؤكدين أنه علاقة المرأة بقيادة السيارة وقدرتها على التعامل مع الطريق السريع. وعبر المتداولون عن سعادتهم بهذا المشهد اللي يعبر عن فطرة الإنسان وحبه للمطر. خلونا نتابع. الشبح راحت وساويسي يا طيبه كيفي يا طرقت مشوار.